السلام عليكم. محاضرتنا اليوم الثانية والأخيرة بهذا الكورس، لأن أنتم مثل ما تعرفون إحنا أخذنا 4 محاضرات أساسية في مادة الـ Fundamental of Nursing. كانت أولها الـ Infection Control والـ Vital Signs اللي أخذناها إحنا وقت اللي كنا بالدوام، وسوينا عليها امتحان وشفت قسم من عندكم ومشاركين بالامتحان وكانت نتائجهم لا بأس بها. المحاضرتين الأخيرة اللي وحدة نزلتها قبل فترة اللي هي كانت ميديكيشن الأدوية، وهذه الوند كير اللي هي آخر محاضرة اللي والتي تعتبر كور أوف فاندمنتال أوف نيرسينج. كان عندنا بعض محاضرات صغار أخرى راح نأجلها إن شاء الله لما نداوم على الكورس الدراسي الثاني. هسه نعني بالوند كير او وند مانجمنت، الجروح والعنايه بالجروح. بالبدايه نريد نعرف احنا شنو يعني جرح، شلون نقول شلون نعرف وند. Wound is a type of injury which happens relatively quickly in which skin is torn, cut or punctured. An open wound or where blunt force trauma causes a continuous a closed wound. يعني whenever there is a break of the continuity of the skin or of the integrity of the skin it means wound. الجرح هو عبارة عن قطع في سلامة الجلد، قطع في استمرارية الجلد. طبعا هذا القطع راح يصير بأشكال مختلفة وبأنواع مختلفة وبعمق مختلف وإلى كاركترستيك معينة. In pathology, it especially refers to a sharp injury which damages the dermis of the skin, a break in the continuity of any body tissue due to violence. Violence يعني عنف. هسه رح نجي نقسم الجروح الوند according لهواية أشياء. واحدة منها أولها according to contamination. أول شيء رح نقول clean wound، الجروح النظيفة اللي هي uninfected wound. Minimal inflammation, respiratory and maternal genital urinary tract are not entered, وclean wound. الثانية راح تصير clean contaminated wound, surgical wound يعني جروح العمليات أو جروح الجراحة التي تحدث نتيجة العملية. In which respiratory and maternal genital or urinary tract has been entered, هنا no evidence of infection. ما راح تصير هنا عندنا فد علامة لي. لازلنا انه ماكو علامه تحطم للبلود فازلز الموجوده في المكان اللي صار به التروما. contaminated abrasion اللي هو سيرفيس سكارب unintentionally or intentionally، متعمد او غير متعمد. open wound again هذا يعتبر ضمن open wound. puncture penetrating of skin and underlying tissue, sharp instrument, intentional or unintentional. معناته هنا راح يصير ثقب، يعني تصير بواسطة آلة حادة وقد يكون متعمد again وغير متعمد. laceration, tissue torn from accident, open wound, edges are uneven. و penetrating wound, penetration of skin and underlying tissue, unintentionally. Open wound. Whenever there is an puncture or laceration or amputation معناته احنا رح نعتبر الwound هو عبارة عن open wound. هذه الصورة قدامكم ده توضح انه شلون الآلة اذا كانت داخلة الى العضو او يعني لا عضو ما بالجسم سواء كانت حادة او 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 عمية، لانه قد يكون المرات حتى الآلة العمية مثل ما قلنا قبل شوية تؤدي الى بروزز معين، يعني يصير دامج بالبلود فازلز. بالامبوتيشن يعني بقطع مثل ما تشوفون اذا كان بانكتشر بواسطة آلة حادة بسمار مثلا او آلة أخرى، غير عن الانسجن أو اللاسريشن اللي هذا وهذا سلايد يأخذون مدى واسع جدا ويطول هواية ويرادلها
صبر ورعاية ومعاناة ومداراة للمريض، وانتي بايوتيك زائدا دريسنج، واللي هو بالنسبة لنا فتشي كل شيء مهم. هسه البرايمري اتنشن اللي هو السكين ايجز ايجز ابروكسيميت، يعني حافات الجرح شلون احنا لازم ندير بالنا عليها وشلون نعرفها، وشلون هذه راح نتعلمها لما راح نشوف انه شلون راح نخيط جرح، او راح شنو شلون نسوي اسسمنت للجرح لما نشوفه ايش قد يحتاج له، او لما نفتح اصلا هذه السوتشرز اللي هي الخياطات مال الجرح. Risk of infection is low هنا، no tissue loss, minimal granulation tissue and scarring، و example عليها close surgical incision healing اللي لما تكون مسدودة وملتئمة، ولما نقول للمريض زين انت جرح مالتك ملتئم ونظيف ونشيل الخيوط مالته ونستعد انه اصلا نشيل الجوز وتعقيم بسيط. Secondary intention loss of tissue open wound filled with scar tissue. Scar tissue يعني علامة أو ندبة تظهر على الخلايا أو على النسيج. Longer healing هذا راح يسترعي هواية فترة إلى أن يلتئم. Granulation tissue wound contraction occur، والإكزامبل عليها هو ال pressure ulcers قرح الفراش. wound ثلاث مراحل اللي قلناها. طبعا هذه الفيسز اوف ووند هيلينج هي عباره عن، لو اشرحها بسرعه عباره عن محاضره كامله اخرى لان بيها باثوفيزيولوجي كبير. احنا لازم نعرف انه شلون راح يصير الهيلينج وشنو هي المراحل اللي راح يمر بها حتى نقدر يصير عندنا تصور على انه شلون راح نسوي الدريسنج مالتنا، شلون راح نشوف السوتشر، ايش قد يحتاج كم ستيتش بالخياط، ايش قد يحتاج لما نفتحها، شنو هو الاسسمنت اللي نسويه على الجرح، بي درينج او ما بي درينج، عند المريض حراره او ما عنده حراره. هاي راح تفيدنا بالكير اوف دريسنج، يعني كير اوف ووند بالدريسنج اللي احنا نسميه. عندنا شيء اخر اسمه ووند درينج، ووند يعني السوائل اللي تطلع، التسريب احنا نقول عليه، اللي يطلع من خلال الجروح. يمكن كلكم شايفين اذا بالبيت او اذا بفيلم او اذا بفيلم علمي او اذا في مكان ما صوره او واتيفر، اكو مرات تطلع سوائل من نفس المكان الجرح اللي بيه. مرات تكون السوائل بيضه، مرات صفره، مرات خضره، مرات جوزي، مرات حمره، حسب. فهذه السوائل تقسم الى اولا اكزوديت اللي هو ماتيريال such as fluid and cells escape يعني تهرب from the blood vessels during the inflammatory process and deposits in tissue. types of exudate هسه هذا راح الى عده انواع. سيروس اللي هو clear watery exudate هذا اللي يشبه المي، وبلورانت اللي هو green brown dark yellow pus from foul smelling اللي هو هذا اللي يصير اخضر اللي بيه ريحه كريهه، مرات اصفر طوخ، مرات جوزي مثل ما قلت، وسنجيسز اللي هو البلدي. هسه اريد اتعرف على الفاكتور افكتنج ووند هيلينج، يعني شنو هي العوامل اللي راح تساهم او تاثر او تسرع او تبطئ عمليه التئام الجرح. developmental consideration like nutrition lifestyle and medication، يعني شو وقت ما المريض مالتنا اكل زين، عنده تشو زينه، اكل لحم، اكل بروتين، اكل بينز يعني حبوب، اكل صحي، شو وقت ما صارت عنده عمليه الالتئام سهله وسريعه ومتواصله. شو وقت ما كانت اللايف ستايل مالته صحيحه، يعني يتعرض للشمس، ما يدخن، ما يشرب، ما يتعرض الى اتموسفير ملوث، شو وقت ما دائما يغير الجرح، شو وقت ما يهتم بالنظافه العامه للجسم مالته وبالذات للمكان المجروح، شو وقت ما هذه الامور سرعت في التئام الجرح. ميديكيشن طبعا هاي الميديكيشن اللي راح توصف من قبل الطبيب للمريض، واللي ايضا تساعد في حاله وجود الانفكشن على حصول
عملية تسريع عملية الهيلينج، وقسم من الميديكيشن اللي تنحط مرات على السكن في سبيل بناء تيشو أو بناء السكن أو تقريب الحافات مال الجرح أو تنظيف أو تعقيم أو whatever. بعكسها الفاكتورز الامبيرنج هيلينج، يعني اللي تعوق الالتئام، ايج الاردر اللي ات جريتر ريسك، يعني ناس الكبار بالسن طبعا تعرفون كل زين هم اوريدي اسوشيتد عندهم الامراض الكرونيك ديزيزز مثل السكر والضغط، مال نيوتريشن يعني الناس اللي ما يتغذون زين، اوبيسيتي اوبيس بيشن الاسمان يصيرون اقل في عملية التئام من الناس الضعاف أو البادي ماس اندكس مالتهم جيدة، امبيرد اوكسجينيشن قليل التعرض أو قليل الأكسجين داخله، برفيوجن عنده بور التروية الدموية، سموكينج، دراجز، دايابيتس، راديشن ووند ستريب. نجي هنا نريد نسوي احنا مثل ما قلنا وهذا راح يهمنا بالعمل شلون نسوي اسسمنت على الجرح، اسسمنت للووند، assessment assess the skin integrity اللي احنا اصلا قلنا انه the skin integrity هو سلامة الجلد، nursing history and review of body system general skin status اللي هو نشوف كل حالة الجلد شلونها وعلى اساسها نشوف حالة هذا السكن اللي مجروح اللي مثقوب اللي مسلوخ اللي و physical assessment راح نسوي عليه شلون نباوع الكلر turgor lesion inspect skin faults واسس بوني بيرمننس اريا، يعني راح نشوف اللون التارجر يعني التكستشر اوف ذا سكن يعني مدى مطاطيته او ملائمته او الاستيسيتي مالته، ليجن يعني الكدمه اللي راح تظهر عليه او الشيء المجروح به الصوره اللي راح نشوفها، نشوف انسبكت السكن فولتس يعني الطويات الثنيات اللي تصاحب المكان، لان هاي بالعاده مكانات مثلا البطن بالنسبه للمريض وخصوصا اذا مريض سمين كل ما تكون عدد طويات البطن عنده كل ما هناك يصير عمليه الالتئام اقل لانه تكون المكان عرضه لوجود التواجد وتفاقم البكتيريا هناك وعدم تعرضها الى المي والصابون والنظافه والاكسجين وبما معناه مما يعيق عمليه الالتئام. والاساس للبوني بيرمننس اريا يعني راح نجي نشوف وين مناطق الارتكازات العظمية اللي هي مثلا العكس الالبو الجوينت الني اوف ذا بيشن يعني الركبة الانكل البوتوك الظهر وتفر وين ماكو مكان بعظم يرتكز عليه الجسم معناته هذا المكان قد يكون عرضة لل لاسيريشن او وتفر او لعدم وجود هيلينج بصورة صحيحة أو بصورة طبيعية تتأخر به هنا. الwound assessment varies according to type and cause of wound. فراح نشوف هسه من ضمنهم هسه تشوفوني هذا اللي خلتهم باللون الوردي اللي هي شون يعني أسوي معنات الassessment، لازم أشوف اللوكيشن size in centimeter and depth severity drainage foreign body يعني إذا أكو أجسام غريبة بداخل الجرح، مرات الإنسان ينجرح مثلا بالبلاست انجري بالانفجارات قد يكون الإنسان ينجرح بمكانه تبقى به قطعة من قزازة فتعتبر هذه فورن بدي، أو بالكار اكسيدنت يمكن بسيارة قاعد ويصير حادث سيارة معين فيصير داخل المكان اللي انجرح واللي اوبن واللي قد يكون يعني ما تبين بالعين المجردة جزء من اللاستيك مال السيارة جزء من الجام مال السيارة كلها تعتبر فورن بدي لازم نسوي لها اسسمنت. اسوشيتد انجري يعني الاشياء الاخرى المصاحبة كدم الجراحة الأخرى المصاحبة اللي هي مثلا كسر فراكتشر هيد تروما ضربة الرأس وسويلينج كونتامينيشن تو جيف تيتانوس توكسايد. تعرفون انتو لما هاي بالمستشفيات لما يروح تروما يعني اي صدمة ينطون هناك يسألوا للمريض وينطوا لقاح القزاز.
age approximation يعني again هذه مثل ما قلنا كلش مهم انه احنا نعرف شلون راح تتقارب الحافات مالت الجرح حتى يصير بالاخير شكل الجرح لما يطلع لما يصير سكار بالاخير منظم ومرتب مو معروج، وبنفس الوقت لازم يكون المسافه الجايه نقدرها صحيحه حتى نحسب حساب للإلاستيسيتي مال السكن، يعني ما ممكن انه احنا نجر السكن اكثر واللي هي الحافه بعيده بعدين اصلا ما راح يصير بالنسبه لنا التئام. اجين ونسوي بعدين درين اند تيوبس لابراتوري تيست. من لابراتوري تيست المهمه اللي نسال عنها او اللي نجمعها كاسسمنت، احنا نعرف الاسسمنت هو عباره عن جمع المعلومات، راح نجمع بالفحوصات المخبريه او المختبريه وايت بلود سيلز هيموغلوبين كوغيليشن تيست سيروم بروتين وووند كلتشر، يعني زرع لل دريسنج ووند، يعني احنا هسه راح نسوي تضميد للجروح. بيربس يعني الغرض منها بروتكت ووند فروم ميكانيكال انجري ومايكروبيكال مايكروبيال كونتامينيشن مينتين ذا هيوميديتي ابزورب درينج وبريفنت هيموراج وسبلنت اند ايموبلايزنج سايت. تايب اوف دريسنج هسه راح نشوفها بصور وراح نشوفها بعدين بالفيديو بالمختبر ان شاء الله، وان شاء الله راح نشوفها على المرضى بالمستشفيات. اكو دريسنج نسميه ترانسبيرنت يعني شفاف، هيدروكولويد دريسنج، سكيورنج دريسنج، هيدروجيل فوم واكسوديت. هذه الصور توضح هذه انواع الدريسنج للووند. طبعا اكو قسم من اداه موجوده واكو قسم من اداه موجوده. هذا بانديجينج يعني او طريقه لف مكان الجرح. طبعا انت تشوفون بالصوره هوايه هذه نتعلمها بالعمليه ونتعلمها شوي شوي لما نشوفها على المريض. هذا الووند كلتشر اللي قلنا عليه قبل شويه انه شلون احنا ناخذ خزعه او نموذج من الدم ونوديه للمختبر حتى نفحصه حتى نعطي على اساسه انتيبايوتيك. هاي تايبس اوف سوتشر هذا طبعا صوره لكن التعلم لازم يصير على مثلا اذا احنا بالمختبر كنا نسويه على سفنجه او على مانيكان او على شيء معين. طبعا هي اكو هوايه تايبس اوف سوتشر احنا راح نتعلم ابسطها وما مطالبين بانه احنا نقدر نعرف نخيط من البدايه، بس على الاقل نقدر نعرف شلون يصير الخياط وشلون نشيل الخيوط. هذه الدرينز اللي حكينا عليها لما قلنا اكو درينج يعني سوائل تطلع من مكان الجرح، هذه عدة أنواع من الدرانج هسه تشوفوها همينة لما تدخلون عمليات بالكورس الثاني اللي هو ريسك فاكتور بس مسوى بشكل دايجرام اللي هو البريشر ألسرز داير مدايرة تشوفون هذولا كلهم أكو اكسترنسيك فاكتور وأكو انترنسيك فاكتور يعني عوامل خارجية وعوامل داخلية. من العوامل الخارجية مثلا الرطوبة ومن العوامل الداخلية اللي هي الانفكشن. المرحلة الأولى اللي هي non blanched الرثيمة اللي هي scanning potential ulceration persistent redness of skin. المرحلة الثانية اللي هي partial thickness 1 abrasion راح يصير بيها blasters يعني فقاعات involving epiderms or derms epiderms or derms اللي هي طبقات الجلد. المرحلة الثالثة اللي هي partial thickness 2 necrosis of subcutaneous راح يصير نوع من الموت للأنسجة الجوة subcutaneous tissue نسميها. full thickness راح يصير tissue necrosis يعني موت للأنسجة كلها. loose of skin راح الجلد كله يتهتك ويتمزق ودامج تو ماسل بون تندو جوينت كبسول راح يصير الضرر للعضلات العظم التندويد اللي هو
والجوينت كبسول، المفاصل، المكانات اللي راح يصير بها الارتكازات العظمية. again هذه الصورة اللي توضح stage 1 stage 2 3 و 4، وده تشوفون هنا هذا هاي البوني بورمنس اللي هي اكو موجودة بصورة اخرى، هذه اللي يصير عليها او تصير بيها البريشر ارسلز اكثر من بقية المناطق. راح هم نجي هنا راح نسوي اسسمنت للبريشر ارسلز اللي راح يشبه الاسسمنت للووند. شلون؟ راح نقول لوكيشن سايز اوف اوف السر ان سنتيمتر انكلودينج لينث، يعني حتى الطول هنا يهمنا، انه هل قد طولها، هل قد عمقها، سايد تو سايد، depth مالتها، presence of underlying tissue or sinus tract, stages of ulcer بيا ستيج هي، و location of necrosis اذا كان اكو، و clinical signs of infection اذا كان اكو علامات تدل على انه هاي القرحة الفراش بدت يصير بيها infection or not. لما نجي نريد نسوي assessment راح نسوي راح نشوف inspect، يعني نكشف by طبعا our eyes pressure ulcers for discoloration اللي هو يعني راح اللون مالتها، مو قلنا قبل شوية بالwound الكالوري يهمنا، and capillary refer or blanch response اللي هو شلون نشوف هنا التروية الدموية قد موجودة هنا. Inspect pressure areas for apprehension and exocrotation و palpate the surface temperature over the pressure area sites. Palpate bony permanence and develop independent bony areas for the presence of edema. Implementation, nursing implementation يعني شنو المفروض انه احنا نسوي او ننصح او نشتغل به، اللي هي هو واحدة من اجزاء العملية التمريضية اللي هي تجي بعد الاسسمنت nursing diagnosis planning، بعدين تجي عندنا nursing implementation. Clean and dress the ulcer using surgical asepsis اللي تعلمناه. Treating pressure ulcers by RYB red yellow black اللي هي تعني الريد البروتكتيف او الكفر، اللي هي راح نشوف انه نسوي جنتل كليننج، افويد دراي جوز، افويد كذا. اليلو اللي هو الكلين اللي هو يوز انتي مايكروبيال وويت تو دامب دريسنج، والبلاك اللي هي هذه هي مراحل العملية اللي احنا بدنا نسويها، يعني العناية التمريضية اللي احنا بدنا نسويها للجرح مالت. بعد نصائح اخرى او بالنسبة للتريتنج للبريشر ألسر راح نقول مينيمايز دايركت بريشر، سكادجول اند ريكورد بوزيشن تشينج افري 2 اورز. هذول الناس اللي احنا عندنا الفاقدين الوعي او الناس اللي ما يقدرون يتحركون او الناس المشلولين لازم نحركهم كل ساعتين. ما نستعمل الكحول او هيدروجين بيروكسيد في تنظيف جروحهم، ودائما الاوبتيند كلتشر سواب، ونسوي لهم فتشين نسميه ار او. هذه وضعيات اخرى اللي موجوده، واللي هذه اللي تشوفون العجله الساعه اللي المفروض نقول كل ساعتين احنا نغير وضعيه المريض ما بين هذه رجليه وما بين يكون على ظهره وما بين يكون بهاي الوضعيه الاخرى. وهي هذه معظم الاشياء اللي ردت تعرفوها من هاي المحاضره، طبعا بصوره مختصره تعرفنا بها على الجروح والقرح الفراش، وشون نسوي تقييم للجرح وشون نسوي تقييم للقرح الفراش. أتمنى أن تكونون استمتعتوا بالمحاضرة، وأتمنى أن تستفادون منها، وإن شاء الله رح يعني أكملها وأنزلها لكم على اليوتيوب مثل ما نزلتنا هذه. شكرا لكم.